بطولة الاير مان عبارة عن كيلو 900 متر سباحة و90 كيلو عجل و21 كيلو جري. الناس طبعا بتتخض من الارقام ديت، بس صدقيني اي حد يقدر يعملها. هو طول ما يقدر يواظب، اللي هو يتمرن ساعة او ساعتين في اليوم، العوم عجل جري وممكن شويه فتنس، يقدر يحقق الهدف دوت ويبقى ياخد اللقب الاير مان في اخر المشوار. احنا الحمد لله كنا جايبين حوالي 2000 متسابق السنه اللي فاتت. السنه دي من تارجت ان احنا ندخل 3000 متسابق برده من جميع انحاء العالم. احنا بنحاول ننشط السياحه الرياضيه في مصر، اللي هي الناس تيجي تستمتع بجمال مصر والمصر اللي بتقدمه في البلد. السباق اير مان ده كان النسخه الاولى في مصر، ده كان بالنسبة لنا حلم كبير اللي هو يتعمل في مصر. كنا احنا كأسليتس رياضيين بتلعب اللعبة دي، لما كنا بنسابق بنطلع برا مصر عشان نسابق. الايرون مان ده تعد أصعب رياضة تحمل في العالم، لأنها بتجمع بين ثلاث رياضات: رياضة السباحة أولاً 2 كيلو، رياضة العجل 90 كيلو، رياضة الجري 21 كيلو. فهي دي المعادلة الصعبة اللي انت تقدر تبقى بروفيشنال في الثلاث ألعاب. تمام، ده طبعا مش سهل، ده محتاج برنامج تدريبي، إعداد، برنامج غذائي، لايف ستايل معين، طريق حياتك كلها بتتغير. انت بتتمرن أكتر من مرتين لثلاثة في اليوم، مرة قبل الشغل مرة بعد الشغل. تمام، بتبقى حاسس بقيمة الوقت قوي، بتغير حياة الإنسان تماما. البطولة اللي فاتت احنا كان عندنا 1500 متسابق من 71 دولة، واحنا تعمدنا ناخد الفيدباك من كل الدول المشاركة، بالذات الدول العربية والدول الأوروبية، ان هم احنا بنروح نسابق عندهم هم يجي يسابقوا عندنا. احنا كان هدفنا ان احنا ما ننظمش بطولة اقل من ما تنظمه الامارات والبحرين، واحنا نجحنا بشهادة الناس اللي جاية من الامارات ان احنا ننظم بطولة تنظيمها اعلى بكثير من اي بطولة الناس عملتها في اوروبا وفي امريكا وفي الدول العربية. حتى الناس طلبت ان بطولة العالم تتعمل عندنا في سهل حشيش. منتهى الاحترافية ان احنا نعلن يمكن قبل الحدث بأولموس سنة، ان احنا بنعلن على هذا الحدث، ده بيدي قيمته وقديه الحدث يعني مهم وكبير. مصر استضافت احداث كتيرة مماثلة زي أوشن مان، زي تاف مادر، وده كله تعاون قطاع خاص، شركات في قطاع الاستثمار الرياضي اللي بتدعمها وزارة الشباب والرياضة منتهى القوة، كمان في منظومة في مجلس الوزراء يعني ما بين وزارة الشباب والرياضة، وزارة السياحة، وزارة التنمية المحلية، وزارة النقل، وطبعا كل الجهد اللي موجود لهذا الحدث وتأمينه من الداخلية وأيضا وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أو المنظومة الطبية الصحية، دي كلها حاجات بتدي طبعا تنسيق ده كله مع وزارة الشباب والرياضة مع الإعلام المصري.